السلام عليكم. بريمير 6 بنكمل في كونسبت الالكتريستي والماجنتيزم وكونسبت 3. فاحنا في الجزء اللي فات، في الفيديو اللي فات، اتكلمنا عن الماجنتيزم. الماجنتيزم اللي هي قلنا الماجنتيك انرجي اللي هي بتاع الماجنت، وبرضو قلنا ان احنا في بداية الكلام قلنا ان الماجنتيزم والالكتريستي always related to each other. دايما لما اتكلم عن الماجنتيزم لازم اتكلم عن الالكتريستي، لما اتكلم عن الالكتريستي اتكلم عن الماجنتيزم. فاحنا عندنا دلوقتي مثلا ان الماجنتيك او الماجنت هاز الكتريك افكت، وبرضه الالكتريك انرجي او الكتريك كرنت هاز ماجنتيك افكت، الاثنين مرتبطين ببعض. طيب تعالوا كده نشوف احنا في الايه، في ليسن 3 ده، يعني ليسن 3 ده احنا بس يعني مش هنمشي بترتيبه شويه، هنلخبط فيه شويه عشان نبقى فاهمين. احنا دلوقتي قلنا ان انا ممكن لو عندي ماجنت اعمل منه ايه، اجنريت منه الكتريستي. يعني ممكن الماجنت اطلع منه الكتريستي، يعني اعمل منه كهرباء. ازاي بقى؟ لو انت عندك هيوج ماجنت، ماجنت ضخم كده، حتى لو سمول ماجنت، ولفيت حواليه كويل او كابر واير سلك، بس مش هيحصل حاجه، تمام. لكن لو جيت بقى عملت سبيننج، يعني ايه سبيننج؟ يعني دورت كده الماجنت قوي قوي قوي، حركته كده، يعمل كاينتيك انرجي، هيبقى حواليه او هيولد الكتريك انرجي تمشي في السلك ده، في الواير ده. يبقى احنا كده ممكن الماجنت اجنريت منه الكتريك انرجي، بس بشرط لازم الماجنت ده يكون سبين، بيدور او موفز، بيلف. فلما يموف يبقى عنده كاينتيك انرجي او ميكانيكال. كاينتيك او ميكانيكال يعني حركه او طاقه حركيه تتحول الكتريك. يبقى احنا دلوقتي ممكن نستخدم الماجنت تو جنريت الكتريستي عن طريق السبيننج اوف ماجنت. يعني ايه سبيننج اوف ماجنت؟ سبيننج اوف ماجنت يعني الماجنت يدور بشكل سريع جدا. طبعا كل ما الماجنت يموف فاستر او يمشي اسرع يجنريت ايه؟ يجنريت الكتريستي ايه؟ اكتر. طيب يبقى كده انا عندي الماجنت ممكن استخدمه تو جنريت الكتريستي، او ممكن احول الميكانيكال او الكاينتيك انرجي انتو الكتريك انرجي. طبعا الكتريك انرجي استخدمها في البيوت، ان هاوسز، لايتنج هاوسز، اوبريتنج ديفايسز، اي جهاز في البيت عندي او اللامبس او كده بتشتغل بالايه؟ بالالكتريك انرجي. يعني انا هقول وانا بستخدم، طب انا الالكتريك دي اللي جايه لي من الجنريتور هستخدمها فيها، استخدمها اللايتنج هاوسز، هننور بيها البيوت، ان ايه، ان اوبريتنج ديفايسز، الاجهزه اللي حوالينا، الراديو، التلفزيون، الريفريجريتور، الموبايل، الهيتر مثلا، الكتل، كل الحاجات دي يعني بتشتغل بالالكتريستي اللي جايه من الجنريتور. يبقى الجنريتور ده عباره عن ديفايس، جهاز بيتكون من لارج ماجنت وبيتكون من كويل دواير. يعني ايه كويل دواير؟ سلك كده ملفوف اللي هو ايه، بيبقى في الغالب كوبر واير. يعني زي انت عندك ده فكره الجنريتور، وساعات نسميه داينامو. فالجنريتور بقى عندي هيوج ماجنتس، ماجنتس ضخم كده ومتوصله، او جوه بصوا هنا هتلاقوا في كويل دواير سلك ملفوف كده. فبيحصل ايه؟ بيبقى عندي لما بعمل سبيننج بدور الماجنت، بيجنريت الكتريك انرجي موف ثرو ذا واير. طيب ايه اللي هيدور الماجنت بقى؟ انا محتاج كاينتيك انرجي، او محتاج حاجه تعمل بوشنج وتحرك الماجنت ده. طبعا مش هنعمل ده بايدينا، لا، ده انا محتاج حاجه قويه جدا تحرك لي الماجنت ده. احنا زي ما خدنا كده زمان في برايمري 4 ان انت عندك يو كان جنريت الكتريستي باي ويند اي او ووتر او ايه، او فيول. ممكن استخدم الايه، الويند، الووتر والفيول. يبقى انا كده عندي في 3 سورسز ممكن استخدمهم تو جنريت الكتريستي في الجنريتور. يبقى ايه الجنريتور؟ ديفايس يوز تو تشينج انرجي فروم ميكانيكال اور كاينتيك انتو الكتريك. طيب الجنريتور ممكن يشتغل بالووتر، بالويند، بالسورس. في عندي ووتر جنريتور، ويند جنريتور، والسورسز اوف فيول. الفيول بقى اللي هو ايه؟ كول، اويل، ناتشرال جاز. عندنا الفيول اللي هو ايه؟ كول، فحم، والاويل، والناتشرال جاز او الجازولين. بنستخدمهم في الايه؟ بنستخدمهم في الالكتريك باور ستيشن، الكتريك باور ستيشن، محطات الكهرباء. طب الووتر ازاي هتجنريت الكتريستي؟ الووتر بتبقى فيها حاجه اسمها ووتر تيرباينز في الدامز، الدام اللي هو السد، بيبقى في ووتر تيرباينز او ووتر تيربن، دي اللي هي التوربينات اللي بتدور وتعمل سبيننج للماجنت فتولد الالكتريك انرجي. طب الويند برضو في عندي ويند تيرباينز، الويند تيرباينز اللي هي التوربينات برضو بتعمل سبيننج، بتدور الماجنت فتجنريت الكتريستي. طب الفيول، الفيول سواء كان اويل او كول بيحصل له بيرنج، بيتحرق. والووتر اللي احنا بنكون حاطينها في الالكتريك باور ستيشن دي بويل،
وتطلع ستيم. ستيم ده دخان او بخار بيبقى عنده بوشنج فورس، فتعمل سبيننج تخلي الماجنت يموف. يبقى احنا كده وي كان يوزد او وي كان جنريت الكتريستي من عند الجنريتور، ممكن يشتغل بالويند عن طريق الويند توربينز، عن طريق الووتر او الدامز فيها ووتر توربينز، عن طريق الفيول الاويل او الكول عشان بيعمل لي بوشنج، عن طريق الستيم الووتر بتتحول لستيم. انا مثلا دلوقتي عندي، لو انا عندي محطه كهرباء شغاله بالفيول بيحصل فيها ايه؟ بيبقى عندك كده ووتر وفي عندي الفيول بيحصل له بيرننج فيحرق يتحرق ويعمل بويلنج الووتر دي، فيتولد كميه كبيره جدا من الستيم. الستيم ده هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي يعمل بوشنج ويحرك الايه التوربينز فيعمل لها كاينتيك انرجي. فكل الحالات دي احنا عندنا جنريتور بيحول انرجي ميكانيكال او كاينتيك انتو الكتريك، بس ايه بيفرق استخدام مين اللي هيديني الكاينتيك، ويند ولا ووتر ولا الفيول. طيب في عايزين ايه؟ لو انا عندي الكتريك انرجي ينفع اعمل منها ماجنت؟ اه احنا هنا بنتكلم في فكره ان انا عندي الكتريك، ازاي اجيب الالكتريك من ماجنت وازاي اجيب ماجنت من الكتريك. لو انت جبت هنا ايرون نيل، ده ايرون نيل او ميتال كور. ميتال كور يعني ساق من المعدن وفي الغالب بتبقى ايرون. ايرون نيل ولفيت حواليه كابر واير او ميتال كابر واير، اه يعني سلك كده كهرباء كابر، وبعدين وصلته بباتر. طبعا لو انا مش موصل الباتر مش هيحصل اي حاجه، عادي ده مجرد ميتال كور او ايرون ميتال، مش اي ما بيعملش حاجه. نجيب بقى لو كونكتد تو باتري، لزقته في الباتري، الالكتريك كارنت ده عندها ليه ماجنتيك افكت، فبلاقي ان في ماجنتيك افكت حوالين الايرن نتيجه الالكتريك كارنت اللي بيمشي فيه، فهلاقي ان كده الايرن يتحول لماجنت فيعمل اتراكشن للايرن نيلز. يبقى الايرن نيل ده اللي هو او الميتال كور ده اللي هو عباره عن ايرون عادي خالص ما بيعملش اتراكشن ولا حاجه، لما بتوصل بالالكتريك انرجي بيبقى حواليه ماجنتيك فيلد، لان احنا قلنا الالكتريك انرجي هاز ماجنتيك افكت. يبقى كده يبقى عندي في ايه؟ في ماجنتيك افكت حوالين الالكتريك كارنت فبيعمل اتراكشن الايرون نيل، فكاني حولت الالكتريك لماجنت. يبقى انا كده بقى الجهاز ده بيسموه الكترو ماجنت، ده بنسميه الكترو ماجنت. يبقى احنا كده وي كان يوز الكتريك انرجي تو ايه؟ تو ميك الكترو ماجنت، او ممكن احول الكتريك انرجي انتو ماجنتيك انرجي. يبقى احنا طبعا زي ما بنقول هنا الماجنتيك الماجنت طلع لي الكتريستي، هنا الكتريستي عملت لي ماجنت، فاحنا هنا بنقول ان there is a relation between electricity and magnetism they always work together، دايما الكتريستي والماجنتيزم بيشتغلوا مع بعض. نرجع بقى للالكتريستي. طب احنا عايزين نفرق بين ثلاث حاجات، ما بين الكتريستي وما بين الكتريك كارنت وما بين الكتريك سيركت. الكتريسيتي الكتريك كارنت الكتريك سيركت، ايه الفرق بين الثلاثه؟ الكتريسيتي دي الانرجي نفسها، الانرجي اللي احنا مش احنا عندنا الانرجي هيت كاينتيك الكتريك ميكانيكال ساوند، دي اسمها انرجي. فطبعا الكتريسيتي هي نوع من انواع الانرجي مهمه جدا في حياتنا، بيكوز وي يوز ات ان لايتنج هاوسز ان اوبريتنج ماشينز اند ديفايسز، فبنستخدمها في حاجات كتير جدا. فالالكتريستي هي الانرجي، هي عباره عن فورم اوف انرجي، نوع من انواع الانرجي. اتس ا فورم اوف ايه؟ اوف انرجي ترانسميت ثرو واير، بتتنقل في خلال وايرز في اسلاك، اوكي؟ بتنقل الكتريك تشارجز اللي هي الشحنات بقى، يبقى عباره عن الكتريك انرجي كومز فروم ايه؟ الكتريك تشارجز. ايه الالكتريك تشارجز دي؟ انت لما يبقى عندك كوندكتور، يعني ايه كوندكتور؟ موصل كهرباء او سلك كهرباء. ازاي في حاجات بتوصل وحاجات ما بتوصلش؟ الحاجات اللي بتوصل الكهرباء دي بتبقى بيمشي جواها الكتريك تشارجز بنسميها الكترونز. طبعا هتفهموا مفهوم الكترونز ده بعدين، بس يعني نعتبر ان في حاجات صغنونه كده بتمشي، شحنات مشحونه بتمشي جوه الكوندكتور، فدي بنسميها الكتريك كارنت. فالالكتريك كارنت هو عباره عن ايه؟ عباره عن فلو اوف الكتريك تشارجز، فلو اوف الكتريك تشارجز. الالكتريك تشارجز دي اللي هي بنسميها ايه؟ الكترونز، بنسميها الكترونز، فكلمه الكتريستي جايه من الكترونز. فلو اوف الكتريك تشارجز ثرو كوندكتور او ايه او along closed path او ثرو كوندكتور خلال موصل معين
ده مفهوم الالكتريك كارنت. الكتريك كارنت اتس فلو اوف الكتريك تشارجز او فلو اوف الكترونز along a closed path او through conductor. ال closed path ده اللي هو مين بقى؟ الالكتريك سيركت. الالكتريك سيركت عباره عن the closed path of electric current. closed او path لان ممكن تبقى open وممكن تبقى closed، بس هنقول دلوقتي الفرق. path of a of electric current المسار اللي بيمشي في الالكتريك كارنت، او باث اوف ترانسميتنج الكتريك كارنت المسار اللي هيمشي في الكتريك كارنت. تاني الكتريستي دي الانرجي. طب الانرجي كام فروم ايه؟ فروم الكتريك تشارجز اللي هي بقى اللي عباره عن ايه؟ الكتريك تشارجز اللي عباره عن الكتريك كارنت. ايه الكتريك كارنت؟ فلو اوف الكتريك تشارجز along a closed path. فلو اوف الكتريك تشارجز يعني سريان سريان تدفق كده. انت عندك كوندكتور وماشي فيه كده ايه؟ ماشي فيه الكترونز، فسريان الالكترونز دي بنسميه الكتريك كارنت. الكتريك كارنت اللي بينشا عنه انرجي اسمها ايه؟ الكتريسيتي. يبقى الكتريك كارنت يبقى عندي الكتريك تشارج اسمها الكترونز موف او فلو ثرو كوندكتور او ثرو كلوزد باث، فبينشا عنها انرجي اسمها ايه؟ الكتريسيتي. يبقى الكتريسيتي جايه فروم ايه؟ فروم الكترونز او فروم فلو اوف الكتريك تشارجز. طيب هو احنا قلنا بيمشي في كلوزد باث، الكلوزد باث ده اللي هو السيركت. طب الالكتريك كارنت ده هيمشي في ايه؟ في سيركت. هيمشي في ايه؟ في سيركت. فالالكتريك سيركت دي عباره عن سيستم. الالكتريك سيركت عباره عن سيستم بيمشي في الالكتريك كارنت. ات ذا باث اوف الكتريك كارنت، باث اوف الكتريك كارنت. ازاي بقى بيمشي الالكتريك كارنت؟ انت عندك باتري مثلا، بطاريه. الباتري دي فيها الكتريك كارنت، فيها كهرباء. تتنقل ازاي؟ لازم يكون عندك واير سلك عشان ينقل الالكتريك كارنت. لازم يكون عندك كي او سويتش مفتاح يقفل ويفتح السلك دي، ولازم يكون عندك ديفايس جهاز هشغله وليكن اللام. فانت كده الكتريك سيركت كده كلوزد باث، يعني كلوزد باث مسار مغلق بيمشي الكتريك كارنت. فهنلاقي الكتريك كارنت ماشي كده 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 لحد ما يوصل للايه؟ يوصل لللام. فالكتريك كارنت باث ثرو سيركت، باث ثرو سيركت. السيركت دي عباره عن ايه؟ ده الكلوزد باث اوف الكتريك كارنت. ليه بقول كلوزد باث؟ لان انت لو السيركت دي اوبن، يعني لو قطعنا السلك دوت مش هيعدي الكتريك كارنت. لو بقت اوبن مش هيعدي الكتريك كارنت. طب ايه الفرق بين الاوبن سيركت والكلوزد سيركت؟ الاوبن سيركت دي الكلوزد دي اللي بيعدي فيها الكتريك كارنت. يبقى الكتريك كارنت باس ثرو او فلو ثرو كلوزد سيركت. لكن الاوبن سيركت مش هيعدي فيها الكتريك كارنت. هتبقى كده حصل ايه؟ ذير از نو ترانسفير اوف الكتريك تشارجز، مش هتتنقل. في قطع حصل. طيب انت دلوقتي عندك الباتري. الباتري دي السورس اوف الكتريك كارنت. يبقى انت اي الكتريك سيركت مش لازم يبقى فيها باتري، هو لازم يكون فيها سورس مصدر بتاع كهرباء. فانا هنا لو انا شغال في اللاب بنشتغل كده، بنشرح بنجيب حاجات صغيره بنشرح عليها، فهيبقى عندي باتري. مش هيبقى عندي مثلا الوول سوكت. وول سوكت اللي هو الكوبس او الفيشه بتاعه الكهرباء دي انا مش هشتغل بيها عشان دي خطر. لكن ممكن اجيب باتري، بطاريه زي كده اشتغل بيها واحنا بنعمل التجارب بتاعتنا. يبقى سواء الباتري او الوول سوكت او مثلا الجنريتور مولد الكهرباء او السولار سيلز، دي عباره عن مصادر بتدينا الكتريك انرجي. يبقى الباتري هنا دورها ان هي ات از ذا سورس اوف الكتريستي. طب لو اشتغلت بالوول سوكت، الوول سوكت برضه هو السورس اوف الكتريستي. اوكي طيب بعد كده الالكتريك يبقى دي السورس بتطلع الكتريك كارنت. الالكتريك كارنت ده هيمشي فين؟ هيمشي في واير، في سلك. هيمشي كده، هيمشي جوه ايه؟ جوه واير، جوه سلك عشان يوصل. يبقى الواير ده لازمته ايه؟ ده عباره عن كوندكتور. يعني ايه كوندكتور؟ لازم يكون سلك بيوصل، مش سلك بلاستيك مثلا، مش خيط، لا ده لازم يكون كوندكتور. زي ما هنقول دلوقتي ايه الكوندكتور ده؟ يبقى هو وظيفته ان هو بيعمل ايه؟ ترانسفير الكتريك كارنت او كونكت اول ذا بارتس اوف سيركت. الواير ده بيعمل ايه؟ كونكت، بيربط all the parts of circuit او transmit بين الالكتريك كارنت من الباتري للايه؟ لللامب او للديفايس اللي انا شغال. طب الكي، اي كي في الدنيا لازمته ايه؟ open and close. الكي لازمته ان هو open and close ايه؟ close the circuit. يبقى انا كده عندي عشان نفتح ونقفل السيركت محتاجين كي او سويتش. الكي او السويتش ده to open and close the circuit. يبقى انا كده عندي السيركت عباره عن electric power source او battery، wire metal wire يكون بيوصل electricity، switch او key ده open and close the circuit، والديفايس اللي هيشغله اللي هو هنا مثلا electric lamp او light bulb. يبقى عندي metal wire او copper wire، عندي electric power source اللي هو الباتري، switch او الكي to open and close the circuit، والelectric device اللي انا شغاله.
فعشان كده كنا بنقول ان الالكتريك سيركت تعتبر سيستم، تعتبر ايه؟ سيستم. It consists of many components work together. فهي تتكون من كذا حاجة بتشتغل مع بعض، فتعتبر زي السيستم، والسيستم بيتكون من organs، فالبارتس دي كأنها الأورجنز، وهي كلها عبارة عن سيستم has many components work ايه؟ together. طب الكي بقى، المفتاح ده، المفتاح اللي أنت بتفتح بيه أو بتعمل open and close، الكي ده ممكن يكون ايه؟ مانوال يدوي، وممكن يكون اوتوماتيك. مانوال مفتاح يدوي، انت بتقفل وتفتح بيه زي الوول كي، مفتاح الايه اللي بيبقى في المفتاح اللي بيبقى في الحيطه، يعني لو انت مثلا عايز تشغل اللمبه او كده بيكون في حاجه زي كده، بس عباره عن زرار اوبن اند كلوز، اللي هو ايه بيشغل الايه اللامبس او الايه اللايت، يبقى بتعمل تيرن اون وتيرن اوف، فانت بتشغل الايه اللايت. طيب في بقى ايه حاجه كده، انت لما بتشغل، لما بتعمل تيرن اون للكي او بتعمل تيرن اوف، لما بتعمل تيرن اون بتشغل اللمبه، يعني انت كده السيركت من جوه السلك بقى ملمس كله في بعضه، يعني السيركت اتقفلت. يبقى لما الكي يبقى تيرن اون، الزرار ده وانت بتشغله تيرن اون، معناه ان السيركت كلوزد سيركت، يعني في الكتريك كارنت شغال فيها، يعني اللمبه تنور او الجهاز يشتغل. لو انت عملت الكي تيرند اوف بتفصل الجهاز، يعني السيركت بقت اوبن، بقت اوبن سيركت، ولما تبقى اوبن سيركت يبقى نو الكتريك كارنت باس ثرو ات. يبقى تاني كده في عندي كلوزد سيركت واوبن سيركت. الكلوزد سيركت يعني انت بتوصل كل البارتس بتاعت السيركت ببعضها عشان تشغل الجهاز بتاعك، فالكي بيبقى تيرن اون، يبقى لما بدوس زرار تشغيل يبقى انت كده عملت السيركت كلوزد. طب لما بدوس الكي تيرن اوف بطفي، عشان اطفي الكهرباء، اطفي اللمبه، اطفي الجهاز، السيركت بقت اوبن عشان كده فصلت من جوه، فنو الكتريك كارنت باس ثرو ات. يبقى ده عندي اوبن كي او تيرن كي، هنا تيرن اوف فالسيركت اوبن. طب عندي هنا الكي ايه او السويتش تيرن اون، اوكي يبقى كده السيركت ايه؟ السيركت كلوز سو ذا لامب ايه ويل لايت اب، اللمبه هنا نورت لكن اللمب هنا ايه؟ نوت لايت. طبعا ايه الكي، قلنا في عندي مانوال كي وفي اوتوماتيك كي. المانوال اللي موجود اللي هو بتاع اللايت عادي اللي في الوول ده في الحيطه، الاوتوماتيك زي اللي في الفريدج او في الريفريجريتور، في عندي في الجهاز كده في الثلاجه اسمه ثرموستات. الثرموستات ده عباره عن كي بيعمل بيادجست التمبريتشر اوتوماتيكالي. يبقى في عندي جوه الريفريجريتور هلاقي عندي ايه؟ هلاقي عندي اوتوماتيك كي اللي هو الثرموستات. الثرموستات ده اوتوماتيك كي ادجست ذا تمبريتشر اوف ايه؟ اوف ذا ريفريجريتور، هو بيظبط التمبريتشر مع نفسه لان هو بيشتغل ايه؟ اوتوماتيك. يبقى الاوتوماتيك كي زي الايه؟ الثرموستات، انما المانوال كي زي الايه؟ الوول كي او الزرار اللي في الحيطه بتاع اللايت. نيجي بقى بعد كده نقسم الماتيريالز. احنا السيشن اللي فات قسمنا الماتيريالز لماجنتيك ونون ماجنتيك، المره دي هنقسمهم ايه بقى؟ هنقسمهم على حسب الالكتريستي لإيه؟ لكوندكتورز اند انسليتورز، او بنسميهم جود كوندكتورز اوف الكتريستي وباد كوندكتورز اوف الكتريستي. طبعا احنا عندنا باك جراوند عن الموضوع ده من السنه اللي فاتت. في ماتيريالز كوندكتورز، يعني ايه كوندكتورز؟ ماتيريالز ويتش الاو الكتريك كارنت باس ثرو. الماتيريالز اللي بتكهرب، اللي بيمشي فيها كهرباء بنسميها كوندكتورز. ايه الكوندكتورز؟ ماتيريالز ويتش الاو الكتريك كارنت فلو ثرو. الماتيريالز اللي بيعدي فيها الكتريك كارنت، بيمشي فيها، بيتنقل من جزء لجزء. طبعا كل الميتالز جود، اول ميتالز، اول ايه؟ ميتالز. الايرون، الكوبر، الالومنيوم، الجولد، السيلفر، كلهم بيكهربوا. لكن في الماجنتيك مش الميتالز كلها ماجنتيك، الايرون والنيكل والكوبالت بس هما اللي ماجنتيك، لكن الكوبر والالومنيوم والجولد والسيلفر نون ماجنتيك. والسيلفر سوري. هنا الكوندكتورز بقى، الميتالز كلها كوندكتورز، ايرون، كوبر، الومنيوم، جولد، سيلفر، كلهم كوندكتورز، يعني كلهم جود كوندكتور اوف الكتريستي. ليه؟ بيكوز دي الاو الكتريك كارنت فلو ثرو. طيب مين بقى اللي هستخدمها في الكتريك سيركت؟ اكيد هستخدم الكوندكتورز. طب الانسليتورز يعني ايه؟ يعني المواد عازله للكهرباء او الباد كوندكتورز. الانسليتورز او الباد كوندكتورز دونت الاو الكتريك كارنت باس ثرو. الانسليتورز دونت الاو الكتريك كارنت باس ثرو، زي البلاستيك وزي مثلا الوود، زي الرابر، دي حاجات مواد عازله للكهرباء. طيب انت بقى يعني لو انت يور بودي، جسمك انت بيتكهرب ليه بقى من الالكتريستي؟
هو احنا باد ولا جود؟ احنا جسمنا جود كوندكتور، جسمنا كوندكتور. ليه كوندكتور؟ لان جسمك contains most of your body is water، معظم جسمنا من الووتر، والووتر جود كوندكتور اوف الكتريستي او كوندكتور. فيبقى انت بقى if you touch a non-insulated wire، لو انت رحت كده على الفيشه وهي مكشوفه ومسكتها، ده بنسميها non-insulated يعني مش معزوله، you touch it you get shocked او you have electric shock. You have electric shock يعني كهرباء، اتكهربت. طبعا this is my, may cause death، لو هي strong قوية ممكن لا قدر الله تسبب ايه death، لان your body contains a lot of water والwater good conductor of ايه of electricity. اوكي طيب، يبقى كده عندي زي ما قلنا الماتيريالز بنقسمها لجود وايه وباد او conductors and insulators. طب تعال نشوف كده في electric circuit. لو انا جبت عندي electric circuit وعملت لها ايه والواير، خليت الواير كده سيبريتد مفصول، طبعا مفيش لمبه نوت لايت يعني مش هتنور. طيب لو انا بقى جيت حطيت كوين، هي الكوين دي جود كوندكتور ولا باد كوندكتور؟ الكوين ميتال والميتالز جود كوندكتور، يبقى الظلام واللايت اللمبه هتنور. ليه؟ لان الكوين جود كوندكتور يعني الكتريك كارنت هيمشي جواها عادي. طب هنا لو حطيت رابر، الرابر باد كوندكتور، فاللامب والنوت لايت اللمبه مش هتنور، لان الرابر باد كوندكتور او انسليتر او الاريزر انسليتر، ات كانت باس الكتريك كارنت يعني الكتريك كارنت مش هيعدي منها. طب لو استبدلت ده بمثلا بالايه بايه بالالومنيوم فويل، ات ويل لايت لان الالومنيوم جود كوندكتور، بالسمول بيس اوف وود ات ويل نوت لايت ان الوود باد كوندكتور، بالبيبر كليب ات ويل لايت لان البيبر كليب جود كوندكتور عشان ميتال، piece of cloth it will not light لان ده ايه لان piece of cloth bad conductors. طب لو انت جبت coin ورابد يعني ايه لفيته بنسميه بشريط بلاستيك، ايه اللي هيحصل؟ انت كده prevent electric current to move، مفيش electric current بقى كده، انا خليتها insulator رغم ان هي كانت conductor الاول، لو شلت البلاستيك ده من عليها هتوصل، لكن لو هو محطوط مش هتوصل. يبقى كده البلاستيك دوت عشان او الرابر مثلا عشان هو باد كوندكتور او انسليتر، يبقى ات ويل ايه ات ويل نوت ايه الاو لايت الاو الكتريك كارنت تو باس ثرو، يعني مش هيعدي منها الكتريك كارنت، فاللامب ويل نوت لايت او ايه اللامب ويل تيرن اوف. طيب كده احنا وصلنا لخلاصه ان انا عندي الماتيريالز يا جود يا باد، يا كوندكتور يا انسليتر. طب انت كده سلك الكهرباء هتعمل ايه؟ سلك الكهرباء لو بصيت هنا هتلاقيه من جواه كابر، بيتعمل الكبر واحيانا الالمنيوم بس في الغالب بيبقى كبر، ان الكبر الاو الكتريك كارنت باس ثرو، الكبر كوندكتور او جود كوندكتور. طيب لو سبناه ناكت كده واحنا جينا مسكناه هنتكهرب، فبنلاقي ان الالكتريك واير كفرد ويز او رابد يعني ملفوف بايه؟ ببلاستيك، ان البلاستيك ماله؟ باد كوندكتور اوف الكتريستي او بريفنت الكتريك كارنت تو باس ثرو. انت مثلا في البيت لو عندنا سلك كهرباء وعملنا فيه حاجه وبقى السلك ايه موجود ناكت كده، ما ينفعش يتساب، بنلف عليه حاجه اسمها شريط لحام. شريط لحام ده بيبقى معمول من بلاستيك، ليه؟ لان البلاستيك ويل ايه بريفنت الكتريك كارنت تو باس ثرو او ويل سيف يو فروم الكتريك شوك، هيحميك انت من الكتريك ايه شوك، لان هو باد كوندكتور اوف الكتريستي. كده احنا ايه خلصنا الجزء ده اللي هو الليسن 3 وليسن 4 واللي بيتكلم عن الايه الماتيريالز والالكتريك سيركت، وازاي ان انا عندي ماجنت اجنريت منه الكتريك كارنت، وازاي لو عندي ايرن مثلا او ميتال احوله بالالكتريك كارنت انتو ماجنت. وانا طبعا مفهوم الالكتريستي معتمد على حاجه اسمها الكترونز اللي عباره عن الكتريك تشارجز موف ثرو كوندكتور، الكتريك تشارجز بتتحرك جوه كوندكتور، فبالتالي بتدينا ايه؟ بتدينا انرجي اسمها الكتريك انرجي. نكمل بقيه الكونسبت في الفيديو الجاي. ثانك يو.